إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد أبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعاد وحذر وأنذر وبين وأخبر عن الفتن التي هي حاصلة منذ بعثته إلى قيام الساعة، فما من فتنة إلا وقد بينها وبين المخرج منها، كما أوضح عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله إليه أنواعا من الفتن العظام والمحن الشدائد الكبار، وبين عليه الصلاة والسلام كيف يكون المؤمن في مواجهتها. ومن الفتن العظيمة التي عدها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الفتن أو أشدها من بعثته إلى قيام الساعة، فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هو من بني آدم، وقد جعله الله تعالى فتنة لكثير من الناس، وقد جعل الله له من الأمور التي يفتتن بها الناس ما يضل معه فيها كثير ممن يشاهده، إلا من أخذ بالسنة وثبت عليها وعمل بمقتضاها. فالمسيح الدجال عند خروجه يفتتن به كثير من الناس، حتى إن الرجل ليأتي إلى أهل داره ويربطهم بالسلاسل خشية متابعتهم له. وهذا المسيح الدجال قد جاء في بعض الأحاديث كما روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد المسند من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف، لكن بالنظر إلى ما في أحاديث الناس وتوجهاتهم واهتمامهم، فإنهم منصرفون عما يتعلق بالدجال، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد خشي أن يخرج إبان زمانه، حتى إنه ذكر له مرة أنه موجود في طائفة من النخل، موجود في بعض البساتين، فهرع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظنا أن يكون هو، فكان ابن صياد وليس هو، وهو دجال من الدجاجلة. وحتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا أقابله بالحجة وأدفع عنكم فتنته، وإن خرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. وقد عد العلماء عدد من العلماء أحاديث الدجال من الأحاديث المتواترة، يعني الثابتة ثبوتا قطعيا. وأنت تعلم يا عبد الله أنك في صلاتك تتعوذ من الفتن العظام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وما جعلت هذه الاستعاذات من هذه الأمور العظام إلا لعظمتها وشديد وقعها وأثرها وما فيها من الهلاك.
حتى إن الإمام طاووس بن كيسان التابعي الجليل رحمه الله قال لولده يوما كما في صحيح مسلم: هل قلت هذا الدعاء في آخر صلاتك؟ قال: نسيته فلم أقل. قال له: أعد صلاتك. حتى يعني أنه كان يذهب إلى أن هذا إذا ترك مما يبطل الصلاة. هكذا قال رحمه الله، وإلا فهو سنة من السنن، من تركها لا تبطل صلاته، لكن المقصود هو العناية بهذا الدعاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الصحابة كثيرا عن الدجال ويبدي لهم ويعيد، حتى جاء في إحدى المرات صحابي جليل جاء قبل أن يسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. جاء وكان لتوه لم يسلم بعد، يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما كان لهم في رحلة عجيبة عندما انكسر بهم مركبهم، وكان هذا في بلاد المشرق جهة إيران، وآواهم البحر إلى جزيرة رأوا فيها الدجال وقد ربط في سلاسل في بئر، ورأوا وتحدثوا معه وحاوروه، وكان يسأل عن مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل عن بحيرة طبرية هل جفت، وسأل عن نخل بيسان بفلسطين هل يثمر، إلى آخر ما جاء في هذا الحوار الذي طابق ما كان يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. فنادى الناس الصلاة جامعة، قال: اسمعوا ما يقول. فحدث تميم رضي الله عنه بما شاهد، وكان مطابقا لما كان يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث في هذا الباب، وهي كما تقدم جاءت عن أكثر من 80 صحابيا رضي الله عنهم، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني ألح في ذكره وأن خروجه قريب، حتى ظننا أنه قريب، قريب مكانه منا. قال: فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ عليه الصلاة والسلام. قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، ظننا أنه قريب منا، وكدنا نذهب نبحث في بعض البساتين القريبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية. والمعنى أنه جلد غليظ وعينه طافية، يعني أن جرم عينه نازل على وجنته على خده، وأما العين الأخرى فإنها ممسوحة، يعني لا مكان لها، ولذا سمي المسيح، لا مكان لهذه العين، وإنما عين واحدة طافية على وجنته. قال: كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وهذا يبين أن سورة الكهف في حفظها وقراءتها ما يعصم من الدجال مع تدبرها وفهم ما تضمنته من الحكم والأسرار. قال عليه الصلاة والسلام: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني سيأتي من تلك الناحية
ويسلك طريقا بينهما، قال: فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني يفسد في الأرض. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما. 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. والمعنى في هذا أنه مع قرب قيام الساعة يختل بأمر الله نظام هذا الكون، فالوقت المقدر للشمس والقمر في دورانهما، والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل، هذا النظام الرباني الكوني يختل بأمر الله إذانا بانهدام نظام هذا العالم. فمن جملة هذا الاختلال أن يكون مسير الشمس ومسير القمر متأخرا، فالنهار وقته بحسب مسير الشمس في فلكها، فمع دنو قيام الساعة يكون من الاختلال من أمثلته بطء تحرك الشمس ودورانها، وهذا يترتب عليه أن يطول النهار أو غير ذلك، والله أعلم بما يكون. قال عليه الصلاة والسلام: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، يعني كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ تأمل عناية الصحابة واهتمامهم بالصلاة، همهم الصلاة كيف يؤدونها في ذلك اليوم الذي هذا طوله. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. والمعنى أن يحسب وقت كل صلاة بحسب طول ذلك اليوم. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، يشير إلى سرعة مضيه وسيره، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. يعني أن من الفتنة التي تكون معه أنه إذا أمر السحاب أن يمطر يمطر حتى تكون الأرض فيها من الخير والربيع ما يكون مع سارحتهم أغنامهم التي تسرح وترعى، أنها تنمو وتكون طويلة وتكون متغذية، وفيها في ضرعها من اللبن، وفي خواصرها من اللحم ما هو ظاهر لهذا الربيع الذي حصل. قال: فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، فيمر بالخربة. المعنى أنهم مع فقرهم، أنهم مع فقرهم يمر الدجال في بعض الخرب، وهي البيوت المهدمة التي ليس فيها شيء. قال: إنه إذا مر بهذه الدور يقول: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. هذا من الفتنة، أنه يأمر الكنوز أن تخرج من الديار الخربة، تخرج كذكور النخل، يعني تسير أمامهم. وهذا من الفتنة التي يقابلها علامة كذب هذا الدجال، فإنه كما في بعض الأحاديث مكتوب بين عينيه كافر، كاف فاء راء، يقرأها كل مؤمن ولو كان أميا. قال: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. يدعو شابا سليما صحيحا قويا
اضربه بالسيف حتى يقطعه جزلتين، يعني جزئين يشطره نصفين، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، يعني أنه يعيد له الحياة بأمر الله فتنة للناس. فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يعني عليه ثياب جميلة حسنة مصبوغة، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. وهذا يشير إلى جماله وإلى نضارته عليه الصلاة والسلام. قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، يعني يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد، مكان هناك في الشام، حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يشير إلى شدة الحاجة والجوع التي تصيبهم حين ذاك إذا حصروا إلى الطور، وإذا خرج يأجوج ومأجوج. قال عليه الصلاة والسلام: فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله جل وعلا عليهم النغف في رقابهم، دود على أولئك، على يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا يعني موتا، وقد قتلوا جميعا مرة واحدة، قال: كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني جيف يأجوج ومأجوج بأعدادهم الهائلة. فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله جل وعلا طيرا كأعناق البخت، يرسل الله طيرا كأعناق البخت، يعني أعناقها مثل الجمال، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء. ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يعني كالمرآة في نظافتها من بعد يأجوج ومأجوج. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرك، أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، بقشرتها، بالنظر إلى البركة التي جعل الله جل وعلا في الأرض. قال: ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، يعني لبنها يكفي عددا هائلا من الناس. قال: واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، يعني بذلك بركة هذه الأنعام التي يجعلها الله تعالى فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة
فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه يبين واحدة من الفتن التي للدجال وما يتبع ذلك من فتن أخرى. والمقصود أيها الإخوة الكرام أن فتنة الدجال كما أخبر عليه الصلاة والسلام كائنة ولا بد، وإنما كما جاء في الحديث الآخر الذي ذكرته آنفا أن الناس إذا ذهلوا عن ذكر الدجال كان قرب خروجه. والواجب على المؤمن أن يستعيذ من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فقد تقدم أيها الإخوة الكرام أن المتعين على المؤمن أن يستبين هذه الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون على حذر منها ومعرفة للمخرج منها. ومن جملة هذه الفتن التي عني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيانها فتنة المسيح الدجال. والمؤمن ينبغي له أن يعرف ذلك، أدرك الدجال أو لم يدرك، حتى يكون ذلك أثبت في إيمانه وأعون له على طاعة ربه. ومما جاء في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم عن ربعي بن حراش رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، فقال له أبو مسعود: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. قال أبو مسعود: وأنا قد سمعته. وأيضا جاء في هذا الباب ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. وقد تقدم في حديث النواس بن سمعان أنها 40 يوما، لكن اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا هذا. قال عليه الصلاة والسلام: فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. قال: ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. يعني يشير إلى أنه يتسامع إلى هذا الصوت ويميل عنقه ويصغي سمعه: ما هذا الصوت الغريب؟ قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يصلحه، فيصعق الناس حوله، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا
كأنه الطل أو الظل يعني لعمومه، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف 999، من كل ألف 999، فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم أنه قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها، يعني زاوية وناحية من مكة والمدينة، إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة، يعني مكان قريب خارج مكة أو المدينة، فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم أنه قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. ومن عرف الإحصائيات فإن أصبهان بإيران فيها من اليهود أكثر عدد في إيران. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال: لينفرن الناس من الدجال في الجبال. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض أحاديث الدجال وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروجه، وهي أحاديث ثابتة صحيحة، حتى قال بعض العلماء إنها أحاديث متواترة. وقد يوجد من بعض الناس الذين يحكمون عقولهم الضعيفة فيحكمون على هذه الأحاديث بأنها أحاديث ضعيفة وأنها تخالف العقل، ولكن العقل الذي يحكمه أمثال هؤلاء عقل واهن، كيف يحكمه في نصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يحكمه في أمور يخبر عليه الصلاة والسلام أنها من المعجزات، يخبر عليه الصلاة والسلام أنها من المعجزات، وذلك بما أوحى الله جل وعلا إليه من هذه الغيبيات، ثم يأتي من يريد أن يوهن هذه الأحاديث وينقضها بعقله؟ والذي يجب على المسلم أن يتبع الحديث ويصدقه متى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحاديث الدجال كما تقدم ثابتة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من دواوين السنة، وهي أحاديث كما ذكر بعض العلماء متواترة. فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الدجال وأن يثبتنا على الإيمان. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن بأمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام من الضعف والفرقة والتشرذم ما لا نشكوه إلا إليك، ولا نسأل أحدا أن يكشفه إلا أنت. اللهم فعجل بالفرج لعبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا. اللهم أكرمنا فيه بالأمن والإيمان وصلاح الأحوال يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد.
اللهم اجعله رحمة على الناس، اللهم وفقه لكل خير يا رب العالمين، اللهم وأصلح له بطانته وأعوانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عجل بالفرج لإخواننا المبتلين في الشام، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع فرقتهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم عجل بهلاك طاغية الشام، اللهم عجل بهلاك طاغية الشام، اللهم عجل بهلاك طاغية الشام يا قوي يا عزيز. اللهم اكفنا شر الحوثيين وأعوانهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقصمهم ومن أعانهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ جنودنا، اللهم أيدهم وسدد رميهم، اللهم وفقهم لكل خير وثبتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ما تحب وترضى يا رحمن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.